اسمعوا كده صوت القرمشة. اللي منكم تابعني من زمان عارف ان آية بتحب البطاطس. الطريقة اللي هنعملها النهاردة من المفضلات عندي اللي هي البطاطس الويدجز. احلى مليون مرة من الفرايز، مقرمشة جدا من برة وكبيرة شوية، فتحس بطعم البطاطس فيها، مش كلها قرمشة بس. الجزء اللي جوه كريمي وطعمه كده زي البطاطس البيوري الناعمة. الطريقة دي فعلا من اول ما اتعلمتها وجربتها بقيت بتلكك عشان اعملها. تقريبا كل اسبوع اللي هو هنتفرج على فيلم هعمل بطاطس ويدجز، انا زعلانة شوية هعمل بطاطس ويدجز. وطبقة القرمشة اللي بتطلع عليها من برة عمرها ما بتطلع معايا في أي بطاطس تانية معمولة في الفرن ولا حتى مقلية. لو انتوا عايزين تقشروها تقدروا، بس أنا المرة دي مش هقشرها، بتبقى حلوة في الويدجز إنها تتعمل بقشرها. كل اللي أنا عملته إن أنا غسلتها كويس جدا، اتأكدت إنها نظيفة كويس جدا، ممكن نغسلها بفرشة أو أي حاجة خشنة شوية لحد ما يبقى شكلها كده، أو تقشروها لو انتوا حابين. بقسم البطاطس بالطول بالطول ولا بالعرض وده كده ايه بالطول. بقسم البطاطس بالطول الاول اتنين كده، وبعدين هقسمها بقى لصوابع. كام واحد على حسب حجم البطاطس اللي احنا مستخدمينها، كبيره ولا صغيره. مش لازم يطلعوا بيرفكت قوي، بس يبقوا قريبين من بعض في الحجم عشان يستووا كلهم في نفس الوقت. بجمعهم بقى جنبي في طبق زي ما هم كده من غير ما افكهم من بعض. انا قصدي ان انا اخليهم لاصقين في بعض كده عشان بس لونهم ما يتغيرش، يتاكسدوا ولونهم يتغير. هشيل الطبق ده على جنب وهجهز بقى الخليط اللي ممكن يكون شكله غريب شويه، بس صدقوني بيدي طعم وقرمشه رهيب. جربوه ومش هتبطلوا تعملوها بالطريقه دي. المكون اللي احنا هنحتاجه هو النشا، نشا الذره العادي. هنخلطه مع ميه ونكون زي معجون كده يغطي البطاطس ويكون طبق المرمشة. فهضيف شوية مية وأقلبهم مع بعض لحد ما يدوبوا. وسخنهم لحد ما يبقوا عاملين زي قوام المهلبية شوية، معجون كده زي اللي استخدمناه في المعجنات قبل كده. معلقة نشا كبيرة لكل ربع كوباية مية، بس أنا هتعملوا معلقتين نشا يبقى نص كوباية مية. أنا المرة دي عاملة كمية بطاطس كبيرة، فحطيت 3 معالق نشا وعليهم كوباية لربع مية. قلبتهم مع بعض لحد ما بقوا عاملين زي العجينة كده شوية كده. خلاص هبعد الخليط وهشيل المعجون الغريب ده وهحطه على البطاطس، بس مش هلمسها على طول عشان هيبقى سخن شوية. هسيبه يبرد بس يبقى دافي شوية على ما اجهز الصينية. وعايزين نتأكد انها مش هتلزق، البطاطس مش هتلزق فيها. فلو عندكم سبراي زيت، المهم ان انتوا تغطوها بطبقة رفيعة من الزيت بحيث كل بطاطساية يبقى عليها مسحة زيت، فاهمين قصدي؟ طبقة رفيعة قوي، احنا مش بنقليها، بالعكس ده هو الطريقة دي انا بحبها عشان مش بتبقى شاربة زيت. بس انا حركت الزيت كده في الصينية لحد ما بقى طبقة خفيفة خالص من الزيت مغطيها كلها، تقريبا معلقة معلقتين زيت على حسب حجم الصينية. هاخد بقى المعجون اللي احنا عملناه ده وهقلبه ووزعه على كل البطاطس الويدجز بتاعتي. انا عارفه ان ده منظر غريب جدا وبان كانه سمغ مثلا ولا حاجه غريبه، بس صدقوني اول ما يدخل الفرن ويسخن شكله مش هيبان، هيبقى عباره عن طبقه مقرمشه وبس، ملوش اي طعم غريب ولا اي حاجه. انا كنت سكيبتيكال برضو اول ما شفت الطريقه دي، بس لما جربتها يعني قلت ازاي مقرمشه وحلوه جدا. بعد ما اتاكدت ان كل البطاطس اتغطت بطبقه خفيفه من المعجون اللي احنا عملناه ده من غير ملح من غير اي توابل ولا اي حاجه، علشان هي تقعد فتره اطول في الفرن لانها مش مسلوقه نص سلقه ولا حاجه، فمش عايزين التوابل اللي عليها تتحرق. فاحنا هنرش التوابل في الاخر والملح كمان بعد ما تخرج من الفرن عشان ما تقعدش تنزل ميه وتطلع مقرمشه. مسخنه الفرن بقى جنبي على درجه حراره 220 مئويه ونسيبه يسخن الاول، وبعدين هغطي بفويل الومنيوم قبل ما ادخلها الفرن. الحركه دي بتخلي البخار يبقى مكتوم كده، فده بديل عن السلق، يعني بيعوض عن خطوه السلق، بيخليها تستوي الاول بالبخار. وبعد حوالي 10 دقائق او 12 دقيقه هنشيل فويل الالومنيوم ونسيبها بقى تكمل سوا وتاخد لون وتتحمر وتتقرمش وكل الحاجات دي. ما بحطهاش على الرف اللي في النص، انا بحطها تحت خالص، اكتر حاجه لازقه في الحراره من تحت علشان تاخد اللون الحلو ده. ده هنا كان عدى كمان 10 دقائق، طلعتها بقى وقلبتها. لما تحسوا ان هي خدت من الاطراف لون زي الشكل ده كده جاهزه ان هي تتقلب على الناحيه التانية. بقلبها كده، شايفين اللون عامل ازاي؟ يعني ناخد لحظه كده نتامل جمال اللون ده. وبس انا عملت صينيتين فكملت تقليب كده، اقلب كل واحده الناحيه التانية وبدخلهم تاني لحد ما ياخدوا لون ذهبي من كل الاطراف. ما تستعجلوش عليهم، على حسب الفرن عندكم وعلى حسب الصينيه هياخد وقت مختلف عن كل حاجه، بس طول ما هم قريبين من الحراره من تحت بنقلبهم هياخدوا اللون الحلو ده. قبل بقى ما يخرجوا من الفرن لما يكونوا خلاص قربوا يستووا، بعمل شوية مزيج من ملح وشوية توابل عشان أرشهم على البطاطس أول ما تطلع من الفرن وهي لسه سخنة. حطيت هنا ملح وبودرة ثوم وبودرة بصل
وشوية بابريكا وشوية بابريكا. البابريكا ممكن تستخدموا البابريكا المدخنة أو البابريكا العادية، قلت لكم قبل كده المدخنة بتدي ريحة وطعم حلو قوي في أي مزيج توابل. شايفين بقى البطاطس أول ما طلعت من الفرن شكلها عامل ازاي؟ نرش عليها بقى وهي لسه سخنة شوية من التوابل ونقلبها لحد ما تتخلط معاها كويس. لو محتاجة شوية ملح أكتر حطوا ملح، زبطوها بقى على حسب الذوق. اللي بحبه كمان في البطاطس دي إن هي حتى بعد ما بتبرد تماما بتفضل مقرمشة. يمكن يكون شكلهم مش أكتر حاجة قمر في الحياة، في بطاطس شكلها أحلى، بس فعلا طعمهم وقوامهم بيرفكت، مقرمشين من بره ومن جوه استووا بالكامل من غير ما نحتاج نعمل خطوتين ونسلق وبعدين نصفي. بجد تكنيك حلو جدا لعمل البطاطس دي، جربوا الطريقه دي بتدي نفس النتائج ان لم يكن احسن من المقليه كمان، مقرمشه جدا ولذيذه ومش شاربه زيت. بالهنا والشفا لكل اللي هيجربها. دي مش نهايه فيديوهات البطاطس، هنعمل وصفات بطاطس كتير. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، اشوفكم تاني على خير قريب، وباي باي.